السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من حلقة تبسيط دروس المستويات الابتدائية التي نمدها على قناتكم قناة إضاءة التعليمية. إذا في حصة اليوم إن شاء الله سنتطرق لدرس الرياضيات المستوى الخامس، حساب قياس محيط الدائرة ومساحات القرص. قبل ذلك لا تنسوا الاشتراك بالنسبة لزوارنا الجدد وتفعيل زر الجرس، وذلك من أجل التوصل بجديد شروحاتنا بحول الله. إذا لاحظ معي جيدا، في حصة اليوم سوف نحاول أن نجيب على تمارين الصفحة 77، ونبدأ بالسؤال الأول. ربط مزارع عنزته بحبل طوله 6 متر، أحسب محيط أكبر دائرة يمكن أن ترسمها العنزة بقوائمها إذا أتمت دورة كاملة. والسؤال الثاني، أكبر مساحة تستطيع أن تتحرك فيها هذه العنزة. إذا من أجل تبسيط هذه المسألة سوف نقوم برسم وتوضيح لهذه المسألة. إذا لاحظوا معي جيدا، يعني لدينا في هذه الصورة التي أضعها أمامكم، لدينا واحد النقطة، وهذه النقطة يعني قمنا بوضع، نقولوا حطينا فيها واحد الوتد، وضعنا فيها وتدا، وبالتالي وضعنا خيطا فيه 6 متر. هذا الخيط فيه 6 متر، وفي آخر الخيط أو في طرف الخيط ربطنا هذه العنزة. بالتالي سنكتب مثلا هذه العنزة ونقوم برسمها مثلا كي تضح فقط ما نحن نبحث عنه. جيد، هذه العنزة التي قمنا بربطها في آخر هذا الخيط، فإنها في حركتها التي تقوم بها يعني بإمكانها أن تتحرك في هذا المجال. مشكلة بذلك واحد الدائرة، إذا يمكن أن تشكل لنا دائرة على هذه الشاكلة. إذا فقط رسم للتوضيح هذه الشاكلة، بالتالي هذه العنزة يمكن أن تتحرك في هذا المحيط، وبالتالي محيط دائرة. إذا السؤال الأول هو ماذا؟ نحسب المحيط لهذه الدائرة الكاملة التي يمكن لهذه العنزة أن تتحرك فيها. جيد؟ إذا نمر إلى التمرين. بالتالي بماذا سنقوم من أجل إنجاز هذا السؤال؟ إذا هنا أعطونا واحد التعليم لحل الوضعية، نستحضر ما تعلمناه في الحصة السابقة حول محيط الدائرة ومساحة القرص. خصنا نستحضر القواعد اللي شفنا ديال محيط الدائرة ومساحة القرص. إذا لاحظ معي جيدا، إذا أردنا أن نبحث على محيط الدائرة فهو بي كيساوي دي فوا بي، بمعنى القطر في 3.4. إذا عدنا إلى الصورة أو إلى الرسم، سنجد أن 6 متر كتمثل لنا القطر، عفوا كتمثل لنا الشعاع. 6 متر كتمثل لنا الشعاع، وبالنسبة للقطر في هذه الحالة هو يعني النصف، هو الخط الذي يقسم الدائرة إلى نصفين، وبالتالي من هنا لهنا كيتسمى الدي. أجل ماذا نستنتج؟ أنه إذا كان 6 متر في الشعاع، القطر غادي يكون فيه 12 متر، الدوبل، 6 و6 هي 12، 6 زائد 6 هي 12 مترا. وبالتالي مباشرة كنرجعو للقاعدة، وكنعوضو دي اللي هي القطر، اللي هي القطر ب 12 متر ضارب 3.14 اللي هي قيمة ثابتة، 3.14 اللي هي قيمة بي، تساوي، ونبحث على المجموع. إذن فنجدها تساوي 37.68 مترا. وبالتالي ماذا نقول؟ أن المحيط الذي سوف تدور فيه هذه العنزة، يعني هذه العنزة إذا كانت كدير واحد الدورة من هنا وكتدور على هذا في حدود الخيط اللي شادها فيها، يعني إلى رجعت البلاصة ديالها تكون ضربات شحال؟ 37.68 متر. جيد، السؤال الثاني. إذا السؤال الثاني هو أن نحسب هذه المساحة التي يمكن لهذه العنزة أن تتحرك فيها. وبالتالي إذا كان هذا الخيط كيشدها حتى لهنا وما كيخليهاش تزيد لقدام، فإن هذه المساحة كاملة يمكن لهذه العنزة أن تتحرك فيها لتأكل أو لتشرب. مفهوم؟ هذه المساحة كاملة. إذا شنو كنستنتجو؟ أن المساحة التي تتحرك فيها هذه العنزة هي مساحة دائرة. إذا كنجيو للسؤال الثاني، كنكتبو إس ديال الدائرة، ممكن كنكتبو إس
مساحة الدائرة اللي كتساوي حسب القاعدة اللي شفناها هي R مربع في بي. عشان هي R مربع هي R شعاع في شعاع في 3.14 في 3.14. لاحظوا معي إن عدنا إلى الصورة فإن الشعاع هو ماذا؟ إذا الشعاع هو 6 متر، هذا هو الشعاع من هنا لهنا. إذا 6 متر، نقول 6 متر ضارب 6 متر يعني 6 في 6 ضارب 3.14، فنجد 6 في 6 تساوي 36 ضارب 3.14 كتعطينا 113 كتساوي 113.04 ماذا؟ متر مربع. ما ننسوش المربع لأنه هنا كنهضر على المساحة وليس الطول. جيد، نمر إلى السؤال الموالي اللي هو الحصة الثانية. أحسب محيط ومساحة الطاولة. لاحظ معي في الشكل عندنا واحد الطاولة المطلوب منا أن نحسب مساحتها وكذلك يعني محيطها. جيد، ما هو المحيط؟ هنا نرد البال أن المحيط هو ما يحيط بالشكل. إذن ملي كنهضر على المحيط فإن نتحدث عن هذه المسافة، يعني ما يحيط بالشكل هو المحيط. كنحطو القاعدة ديالنا اللي هي بي كتساوي دي فوا ار دي فوا بي باردون اللي هي 3.14. المطلوب هنا هو أننا إلا لاحظنا مزيان هذه الطاولة فإن المحيط ديالها يجمع بين المربع ونصف دائرة. للتوضيح أكثر غادي نرسم نصف دائرة. إذا لاحظوا معي جيدا، إلا جبنا من هنا لهنا كنلقاو نصف دائرة، إلا جبنا ثاني من هنا لهنا كنلقاو نصف دائرة، وإلا شفنا المسافة الأخرى فإننا نجد ماذا؟ مربعا. جيد، لاحظوا معي كنلقاو واحد الضلع ديال المربع من هنا والضلع المربع من الجهة المقابلة. إذا لكي نحسب محيط هذه الطاولة فإننا نحتاج إلى حساب محيط الدائرة ومحيط المربع. إذا لاحظوا معي غادي ناخذ أول محيط، غادي نلونه هو من هنا لهنا. نردوا البال على المحيط، خصني نحسبوا شحال كيساوي. إذا المحيط كيقول لنا محيط الدائرة هو دي فوا بي، دي هي القطر اللي هي 80 ها هي، ضارب 3.14 كتساوي. إذا إذا درنا العملية الحسابية سنجد 80 في 3.14 كتساوي 251.2 ماذا؟ متر سنتيمتر عفوا، لأنه لدينا وحدة السنتيمتر. سنتيمتر ها هي. إذا نقول أن محيط هذه الدائرة كاملة هو 251.2، لكن رد البال أنه ما عنديش ما محتاجش نحسب المحيط الدائرة كاملة، لكن مطلوب مني فقط نحسب النصف ديال هذه الدائرة. وبالتالي يعني 251 غادي نقسمها على 2 مقسومة على 2 كتعطيني تساوي 125.6 سنتيمتر. إذا ماذا أستنتج؟ أن المسافة من هنا لهنا فيها 125.6 سنتيمتر. أشنو بقى ليا؟ لاحظوا معي جيدا أن الدائرتين متقايستين متشابهتين، وبالتالي داكشي اللي غيكون في المحيط ديال هذه هو اللي غيكون في المحيط ديال الثانية. إذا المطلوب منا في الحالة الثانية أن نحسب هذا المحيط اللي هو نصف دائرة. لاحظوا معي أن إذا جمعنا هذا مع هذا كيعطيني دائرة كاملة، وبالتالي أش غندير؟ كناخد 125.6 كنضربها في 2 ضارب 2 لكي نحصل على دائرة كاملة، ضارب 2 تساوي، ونعود إلى نفس العدد اللي هو 251.2 سنتيمتر. إذا هذه المسافة كي نوضحها أكثر، هذه المسافة مع هذه اللي جمعناهم كيكونوا لنا دائرة، وهذه الدائرة المحيط ديالها هو 251.2. واش كملنا؟ مازال كيخصنا هذا المحيط ها هو زائد هذا المحيط. إذا شحال كاينة؟ كاينة 80، يعني 80 زائد 80، 80 اللي كاين هنا و 80 اللي كاين هنا هي 160. إذا كنكتبو زائد 160 سنتيمتر، زائد 160 سنتيمتر. سنحصل على كم؟ إذا بي غادي نلقاو فيها
251.2 × 160 سنتيمتر كتعطينا 411 سنتي فاصلة اثنان سنتي متر. إذا نستنتج أن المسافة أو المحيط ديال هذه الطاولة فهو 411.2، باعتماد الطريقة التي رأيناها. إذا أتمنى أن تكونوا قد فهمتم المدرسة اليوم. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا إضاءة وتفعيل الجرس للتوصل بكل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.